كانوا عايشين عيشة هنية والناس كانوا بيحسدوا، دول كانوا عايشين عيشة هنية والناس كانوا يحسدوا. صحيوا من النوم مرة يا ابوي ما لقوش عطوة صاحبة الا انشراح ما تحملش هم. اهو جالها ذاك الدهل، قال يا انشراح ما تحملش هم. انا هكون معاكي هكون معاكي بدل التريلا. لا 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 ولا 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 اطلع من تريلا اضع في دهول. قالت يا زمان كفاية ذل، اطلع من تريلا اضع في دهول. سيد قال هتتجوزي ليه يا ماي، قالت له ذل راجل ولا ذل تريلا. وكان يعامل سيد كويس، اتزوجها ذاك الدهل وكان بيعامل سيد كويس. لحد ما ماتت امه وسيد لا عنده خال ولا حتى عمه. اتجوزها ذاك الدهن وكان بيعامل سيد حلو لحد امه ما ماتت وسيد لا عنده خاله ولا حتى كمان عمه. وكان متجوزها ومخبي عليها انه متجوز ومعاه تلات عيال، كان مخبي عليها الدهن اللي كان مخبي عليها انه معاه تلات عيال. ولما ماتت انشراح منافله جاب العيال وقعد في البيت واستولى على البيت واستولى على سيد وبرضه استولى على خدت بالك مني ياد زمان؟ ده انا كنت بعمل كده كنت خاربها. خلاص كده يا دادي البيت كله بقى بتاعنا تقريبا يا حبيبي. ما تقولش تقريبا يا بابا، ولكن قولي ان شاء الله
نعم، الصدق والوضوح هم أهم شيء. يا أبيض يا أسود، يا أحمر يا أخضر، يا أصفر يا أزرق، يما يا حبيبي، هو أنا باخد رأيك في دهانات الشقة؟ ما تعفرتنيش. اسمعوا أولاد، أنا معايا عقد البيت بس ناقص عليه توقيع الزفت سيد ده. خلاص إحنا نطرده ونرميه لكلاب السكك تنهش في لحمه، وإذا ما رضيش يطرد خلاص نزعق له جامد بقى أو نجرحه في مشاعره. ما ينفعش أطرد سيد يا لولو يا حبيبي. ليه يا دادي؟ أخلاقي يا أولاد، أخلاقي ما تسمحليش إن أعمل كده مع سيد. بارك الله فيك يا دهل. معنى يا أولاد إن إحنا نطرد سيد ده معناه إن إحنا لازم نجيب شغالة مكانه. وشغالها تقعد تقول لك مش عارف عايزه ايه، اجازه مصيف واجازه وضع. لكن سيد لو راح يومين جمصه مصيف مش هيطلب اجازه وضع. ليه بقى يا دادي مش هيطلب اجازه وضع؟ عشان هو راجل يا لولو يا حبيبي. ايه ده؟ يعني انا لما اتجوز مش هاخد اجازه وضع؟ يا خساره. بص انت يا لولو على حسب، انت يا لولو يا حبيبي على حسب. وبعدين اسمعوني يا واد ما تعفرتونيش. شغاله دي هتقعد تقول لك عايزه ساعتين اوفر تايم وعايز ياخد بالدولار. لكن سيد ده يوم ما هيتكلم هياخد على قفاه. ايوه انا بقى عايز واحد ياخد على قفاه. ليه بقى؟ لان انا داخل بطوله الملاكمه اللي جايه، وعايز اقول لك ان الملاكم ما هو حاجتين، الشمال بتاعته واليمين بتاعته. الشمال بتاعته لو قلت اليمين ترجع على طول. اه ده هنتر. الله يسلمك يا حبيبي. كده يا ايه رايك يعني، نخلي سيد ولا نجيب مكانه شغاله؟ نخليه، لان انا برجع من التمرين مهدود وبقى محتاج حد يجهز الاكل على طول بسرعه عشان نسخن بعضينا. وانت ايه رايك يا لولو حبيبي؟ لا احنا لازم نخليه، انا ما بعرفش اعمل اي حاجه لوحدي يا دادي. انا بحتاجه يسشور لي شعري ويخش معايا يعمل في الحمام ويعمل معايا كل حاجه، انا ما بعرفش اعمل حاجه اصلا. ولا انا عايزك تبقى زي اخوك يا بطل. يا لا يا عم انت بص انت عنيف قوي، انا ما بحبش العنف. انا اعلمك يا الملاكم حاجتين، الشمال واليمين. الشمال بتاعته لو قلت اليمين ترشع على طول. ولا ده حنطر. اسمع يا حبيبي اسمع، انت رايك ايه عبتواب؟ نخلي الواد سيد ولا نجيب مكانه شغاله جامده؟ اعوذ بالله اعوذ بالله، الواد ده طالع لمين؟ انا مش عارف، ده انا كنت خاربها وانا عيل صغير. ما هو واضح على ركبك اهو. يا عايز يخلص. يا ابتي يا ابتي، شغاله يعني امراه انثى تعيش مع ثلاثه اولاد وشايب، الشغاله حرام. خلاص يبقى اتفقنا يا اولاد، تعال احنا نخلي الواد سيد يخدمنا ونقعد نجرب فيه لحد ما يسيب لنا البيت والتريلا بتاعت ابوه. موافقين؟ موافقين. نتفق على الكلام ده. قالوا علينا ديابه واحنا يا ناس غلابه، يا مغنواتي غني يا مغنواتي غني، حكايتنا عالربابة. معرفش اسوق، ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق. في ايه؟ ما اعرفش مين ده يابا. انا عارف يا ابني يا حبيبي. ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق. خلاص ما عرفش اسوق. ده سيد تريلا ابن انشراح منافيلا. انت طلعت العجله من المخزن ليه يا سيد؟ انا عايز اركب العجله من زمان وانت ما كنتش عايز نركب العجله. هاي انا لولو. ايه ده احنا عندنا ستات هنا؟ ستات ايه؟ انا مش ستات. انت ايه؟ انا راجل. لا راجل. اه والله. انت راجل؟ ايوه. بس انا نظره ضعيف. طب قول حاجه كده. هاي انا لولو. لا بتكذب بتكذب. لا والله ما بكذب. لا بتكذب والله ابدا. انا راجل. سيبك منه هنيه وتعال كلمنا. ايه ايه ده اخويا؟ ما تخلينيش اجي اتدرب في وشك. يلا يا سيد. نعم. خليك معانا يا سيد، كلمنا يا سيد. ايوه. يا بيه يا بيه يا بيه، انت سايبني كده يا بيه من غير ما اركب العجله؟ وانا كنت عايز اركب العجله. اسمع بقى، العيال دول
من النهارده دول ولادي، بس انا كنت مخليهم مع فسيخ البواب يربيهم لحد امك ما ماتت، وفضلت مخبي عليها السر دي لحد ما ماتت. طب وهتقول لها امتى؟ امك ماتت يا سيد. ايوه هتقول لها امتى يعني ان دول مش ولادك؟ يا سيد ما تعفلجنيش، اسمع العيال دول تعالى يا ولاد. يعني دول ولاد فسيخ البواب؟ دول ولادي على الطلاق بالتلاته ولادي. يعني ولاد فسيخ البواب؟ دول ولادي والله. اسمع هيعيشوا معانا هنا على طول. على طول فين؟ هيعيشوا معانا هنا في البيت بتاعي؟ بيت بتاعك ده كان زمان ايام ما ابوك كان عايش يا سيد، لكن دلوقتي البيت ده بتاعنا. مش عاجبك امشي. امشي اروح فين؟ ده بيتي، ده بيتي انا وانا لازم اقعد هنا يا عمي. ده بيتي، ده بيتي وانا بقول لك اهو انا لازم اقعد هنا في بيتي. هو ايه اللي جاب مفيد فوزي هنا؟ لا 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 لا، انا لست بابي ولست لي علاقه بهذا، انا عبد التواب. عبد التواب ابن البواب؟ اثبت انه ابن البواب. وبعدين بقول لك ايه، انا معايا ورق البيت ومعايا ورق التريلا بتاعت ابوك كمان. خد يا سيد، خد يا سيد المقشه دي، روق علينا البيت كده يا سيد، واتخلى يا سيد اتخلى عشان نلعب مع بعضينا. يعني ايه انا اللي هقعد اتنص وامسح في البيت؟ ليه؟ ده بيت انا وانا هبقى شغاله في البيت؟ ايوه يا سيد، خد البس دي، دي بتاعه المطبخ. هو انت مين؟ يوه انت مين بجد؟ انا لولو. ازيك يا لولو؟ اهلا وسهلا. وانت مرتبطه؟ مرتبطه. طب انت بتحزنيني ولا ايه يا لولو؟ يا لولو وانا هرقص؟ يا سيد اسمع، ها الاوضه اللي انت كنت بتقعد فيها زمان خلاص من النهارده هيقعد فيها ولادي. يعني ايه وانا هقعد فين طيب؟ يعني انا هقعد اكنس وامسح وكمان الاوضه بتاعتي هتاخدوها، انا هقعد فين؟ اقعد مطرح ما تقعد في المطبخ. لا مش عايز اقعد في المطبخ. اقعد في اي حته انت عايزها. اقعد في الحمام. اقعد في الحمام يا اخوي. ولا اقعد في الاوضه بتاعتي؟ الاوضه خدها عيالي خلاص. عيالك دول؟ ايوه دول. هم اولاد فسيخ البواب؟ ولاد الزفت البواب. عجبك كده؟ اسمع يا سيد، انت من النهارده تقبل تعيش معانا على وضعنا ده يا اما تمشي. قلت ايه؟ لا اقول ايه؟ اقول ايه؟ يا رب يا رب، بيتي خدوه، بيتي خدوه، هيجيبوا ولاد البواب ويقعدوا. مفيش احسن من ذكر الله. يا زيكس، هناك مثل عربي يقول سيد القوم خادمهم. انت مين؟ انا سيد. واحنا القوم، اخدمنا اخدمنا يا سيد. هو المثل ده معمول عشانكم؟ اي نعم، عشان ولاد البواب. ماشي، حضر لنا بقى لقمه هنيه، ها، عشان ايه؟ ادعي لك دعوتين، ربنا يكرمك، انجز. حاضر. بقول لك ايه؟ نعم. لما تعمل الاكل ما تحطش كاتشب حار عشان بيلسعني في لساني من قدام. هو انت مين؟ يو بقى انت مين بجد؟ لولو. انا لولو. لولو؟ مرتبطه؟ انت مستقلتني هنا من شويه قلت لك اما كنت سامع الاجابه. مرتبطه. انا هدخل اخد شاور واجي على طول. هتاخدي ايه؟ شاور. طب خلي بالك. ماشي. يلا يا سيد اقلع. نعم اقلع. ليه كده؟ ما انا كمان هقلع. وبعدين؟ وهنسخن بعضينا. يلا يا سيد ما تعطلنيش يا سيد، عايزك تسخنني. في ايه يا سيد؟ ما تقلع يا سيد، خلينا نقلع. اقلع انا مسك. يعني انا وافقت ان انا ابقى شغال عندكم؟ اقلع ايه؟ انا مش هقلع. أين الطعام اللذيذ الديليشيز؟ يا عم تواب يا ابن البواب. نعم. إلها أخوك بيقول لي إلها. ما أنا نفسي جاي أقلع وأتفرج معاك. إيه الأخلاق بتاعت العيلة بتاعتكو دي؟ الرجل عنده ماتش في الملاكمة ويريدك أن تلعب قصاده. ملاكمة. أنا خيالي راح في المصارعة. لا أنا داخل بقى بطولة البلد وعايز أبقى ولد، فعايزك عايز إيه؟ عايز أبقى ولد. وأنت إيه، بنت ولا إيه؟ بنتي ايه؟ انا عايز ابقى ولد يعني ابقى بطل، فعايزك تسخننا يا سيد. يعني انا هعمل ايه دلوقتي؟ يعني انا هكنس ولا احضر له الاكل ولا اسخنك؟ انتوا عايزين مني ايه؟ ماليش دعوه، انا عايزك تسخنني. حاضر حاضر حضرتك. اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ تسخن معايا. حاضر. نلعب ماتش دلوقتي وتسخن معايا ان شاء الله فيه. يا عمي يا عمي يا ناس، في ايه؟ صكوا عليك كده ليه وبتزعقوا على الفاضي؟ في ايه؟ مش عارف اخد شاور. ايه ده، انت مين؟ يو مين؟ انا لولو. عايز ايه يا لولو؟ انتوا بتزعقوا مش عارف اخد شاور براحتي. بص ده احسن واحد يسخنك، خلي بالك. يلا. بقول لك يا سيد انا مش طالبه معاك كده، انت اللي هتلعب معاه الماتش وانت اللي هسخن معاه. يابا خش، يابا يابا حضرني الماتش يابا.
روما. رجاله تعالوا تعالوا، عايزك تسخن، عايز البطوله. يلا عايز البطوله السنه دي. هنفخ لك ميه في بقك في وشك. لا مش عايز. يلا يا حبيبي. يلا 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 يا حبيبي. يلا رمي الملعب نبتدي. يلا يلا. الدوله الاولى يا رب. ويبدا الماتش اعزائي المشاهدين بين التريلا والدهول. مش عارف ازاي التريلا بتلعب دهول، بس الماتش هيبقى دهول. اقول لك ايه، انا مش فاضي. يا ولد يا اديله يا دهول، اديله ما ترحموش. اديله. ايه ده؟ ايوه هوبا. في ايه؟ بعدين بقى في الماتش الغريب ده. ازنكوا ازنكوا ياض، حلق عليه. حلق عليه ياض حاج. الحبل وقع، الحبل وقع. بعدين بقى في يوم الازرق ده بقى. انتهت المباراة بفوز عنتر الدهول. الحمد لله. وجبالة هدو، شريعة سدو، عنتر جالكو يلا استعدوا. جبالة هدو، شريعة سدو، عنتر جالكو يلا استعدوا. يا رب يا رب، يعني ابويا يموت، امي تموت، وانا في الاخر اتعذب مع اولاد البواب. ماشي انت يا سيد. نعم. قوم افتح الباب، سوسو صاحبتي جت. صاحبتك؟ اه. وانت مين؟ انا لولو. وصاحبتك؟ ايوه. غريبه جدا. حاضر هفتح. حاضر. ايوه. ايه الخبط المبالغ فيه ده؟ لا اتفرج عليا بقى لما بسرح شعري ببقى مصيبه. ياي ده شكله وحش قوي يا لولو. لا هو ما تخافيش يا حياتي، ما تخافيش. بقول لك ايه، تعالى سشوار لي شعري يلا عشان احنا هنرقص. بس اشوار لك شعرك؟ اه بسرعه، بلاش رغي البنات ده. انا اللي رغي البنات؟ ايوه. انت مين؟ انا لولو. حط الفيشه فين يا لولو؟ لولو اسمح، عندك في عندك كوب؟ سشور وانت شاكر. وانا شاكت ازاي؟ سشور لخبطتنا في حياتنا. عندك كوب؟ ما عنديش كوب. طب سشور كده من غير كوب؟ اه سشور كانك بتسشور. اقول فو. بقول لك ايه، خلاص ما فو. بلا فو بلا بتاع. سقف سقف. حاضر. اخيه 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 اخيه، واجب تسقف لهم يا سيد، واجب تسقف. ما هي ست لولو اللي قالت لي. ست لولو ايه؟ اتكل على الله، روح اعمل الغدا، روح. حاضر. وانا اسقف للقمر دي. انا دلوقتي يابا انا عايز 20 لتر لبن وعايز 128 بيضه. عايز ايه؟ عايز 128 بيضه. اجيب لك 128 حمراء؟ وده وايه هو ده؟ انا عايز انا بيض بروتين. اه تاني بنزين. صح صح. طب حاضر انا اجهزهم لك هنا. جهز لي. يلا بينا. اعوذ بالله، اعوذ بالله، ما الذي يحدث في هذا البيت؟ يا مغيث يا مغيث، ابي الرجل الطيب الطاهر يترقص كأوكا وأورتيجا؟ ومن هذه الراقصة؟ والله كوكو عايزه لك وش دوكو. لا 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 لا، كل هذا العبث يحدث لانني نزلت لكي اشرب حجرين معسل على القهوه
طب والله ما انا ساكت، والله ما انا ساكت. ايوه ما تسكتش، ما تسكتش عليهم، ما تسكتش. هتعمل ايه؟ فعلا ساشرب الشيشه هنا. يلا رص لي حجر يا سيد. حاضر. هاي حاضر، هرص لك حجر. حاضر. يلا يا سيد، عايز اتغدى يا سيد. حاضر، اعمل لك الاكل. حاضر سيد. هاي تعال اعمل لي مساج يا سيد. حاضر، هاجي اعمل لك مساج. سيد ها، تعال اسقف يا سيد. حاضر سيد، رص لي حجر يا سيد. حاضر سيد، تعال اعمل الغدا يا سيد. حاضر سيد، مساج بسرعه والنبي يا سيد. حاضر سيد، ها تعال اسقف يا سيد. حاضر الحجر يا زيكس. اعمل لي الغدا يا سيد. حاضر مساج بسرعه يا سيد. بسرعة الحجر يا زيكس. بسرعه يا سيد. الحجر يا زيكس. يا سيد اسرع يا سيد. الاكل يبرد يا سيد. مساج بسرعه يا سيد. الحجر يا سيد. افتح الباب يا سيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه ده؟ استغفر الله العظيم. يا سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن موجودون الآن داخل إحدى المنازل الفقيرة، كما تشاهدون الآن خلفي جميع رموز طوائف الشعب. ها هو رمز التدين، وها هو رمز التعصب، وها هو رمز اللامؤاخذة. ايه ده؟ مش ده الواد السوداني اللي لعبنا في النهائي؟ ولا الملاكم حاجتين، الشمال واليمين. الشمال بتاعته لو جلت اليمين تلزع على طول في وشه. اركب الهوا. في ايه يا اخوانا؟ انا مش الملاكم. امال انت مين؟ انا معكم مراسل القصر الملكي عثمان ابو العافيه. من القصر الملكي؟ نعم. عملت ايه يا سيد تاني في الملكي؟ اه جبت رز بلبن بس. هو بيقول القصر الملكي، عملت ايه؟ اعترف. هذا ولد ارهابي شنقيط. انا نعم. شنقيط؟ نعم شنقيط. وانا شاهد طيلة الليل يخطط لعملية ارهابية كبيرة، وانا اقول له لماذا يا زيكس؟ نحن نحب الملك يا زيكس. يشاور باشارة غريبة ويحرك صوابعه الاربعة. والله ايدي ما مطوعان اعملها. انا يا جماعة، يا جماعة. لا الجماعة فطورة خلاص. عذرا انا لم اقصد الجماعة دول، انا قصدي الجماعة دوكهم، وعشان كده جيت لكم النهاردة سايب لكم دعوة. دعوة؟ دعوة ايه يا حبيبي؟ دعوة ان شاء الله مستجابة. الملك دعيكم للقصر عشان يجوز بنته. خدتوا بالكم يا ولاد قد ايه ابوكم مهم؟ روح بلغ الملك وقول له زكي الدهولي وعياله هيجوا يحضروا الفرح النهارده. هنيجي كلنا. قول له. عذرا لم اسمعك بوضوح يا سيدي. بقول لك قول له زكي الدهولي وعياله هيجوا يحضروا الفرح النهارده. ايوه كلنا جايين يعني. نعم نعم نعم، ولكنه ليس فرح. امال ايه؟ طهور؟ يا لقد قرر الملك ان هو يطبق مبدا اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك، وعشان كده دعوكم كلكم النهارده منتظرينكم في القصر. كان معكم حامد ابو العافيه اللي استحمل الناس دي بالعافيه. ايه ده؟ مستحمل مين بالعافيه؟ هذا كاميروني. يلا اركب الهوا، اركب الهوا. يلا اديله حبيب الدين. حلو، يلا بقى، يلا عشان نروح القصر. انا مش مصدق اللي بيحصل، ده حلم ولا خيال؟ ما هي هي حلم او خيال، هي هي. ولكن هذه قلة حياة، حفلة ومسخرة. بدل ما يشوفوا الناس الغلابة اللي مش لاقيين ياكلهم ويعملوا حفلة، الحفلة حرام. يا عم اقعد بقى يا عم. هو يعني ينفع الأميرة دي أصلا تحب واحد فينا؟ ده مستحيل. ليه يا حبيبي؟ ليه ده تحبك؟ ده أنتوا عيال جمال. الله يخليك، الله يخليك يا عم، الله يخليك. أنا هو مش واثق من نفسه، أنا مش عارف ليه. بتكلم على أولاد، أنا ما بتكلمش عليك، مالكش دعوة. يا عم أنا برضو زي أولادك، ما أنت جوز أمي اللي هي مش أمي اللي هي مرات أبويا، الله يرحمهم كلهم بقى. طيب يا حبيبي، طيب يا حبيبي، هتروحوا تعملوا إيه أنتوا بقى؟ أنا هروح أرقص لها، ولو ما اتجوزتنيش ممكن تبقى جيرل فريند. ايه؟ الجيرل فريند بتاعتي. ايوه ايوه دي سهله. ايوه وانا ادعيها على ماتش الملاكمه بتاعتي ان شاء الله، لما تلاقيني بقطع الواد النجير اللي جاي هتحبني. ايوه وانا هوريها مناخيري ان شاء الله هتحبني يعني. بس تلقى البتاع ده كله موزس طبعا. موزس بجد؟ والله اعوذ بالله، اعوذ بالله،
أعوذ بالله ياد، أنت أجرفني في عشتي ياد ياد، أنا كنت خاربها والله حرمجي. يعني هنروح كلنا الحفلة؟ أيوة. لا هيقعد على التواب هنا وانت وهو، وانا اروح انا وعيال الجمال دول. لا انا مش هقعد، انا هاجي معاكم. هتيجي تعمل ايه؟ ما انت جارفنا كل شويه تقول موزس حرام، اللي مش عارف ايه حرام. اجي علشان اتفرج، اقصد ادق لهم ناقوس الخطر حتى يعودوا عن طريق الفساد. نعم، ويمكن الاميره تعجب بي او تتزوجني. خلاص ماشي سيد، تعال. ايوه انا عارف عارف، هلمع الشبشب واجي معاك. تيجي معانا فين يا سيد؟ هاجي معاكوا الحفله. حفله ايه؟ الاميره عايزه عريس مش عايزه عفريت. انا عفريت، انا عفريت، وعشان مناخيري كبيره شويه، وعشان شعري وخشي شويه، وعشان نظري ما بشوفش خالص، ابقى انا عفريت، انا عفريت. لا حول ولا قوه. هيبكينا سيد، هيبكينا واحنا رايحين مهمه مستحيله. اسمعوا يا اولاد، احنا نمشي وسيد يقعد هنا بقى يخدمنا ويغسل ويطبخ ويمسح ويخلي البيت فرنطوشه على ما نرجع. ماشي. بالمره واحنا معديين لازم نعدي على التوحيد والنور، نحنت في نفسينا. ونعدي على نادي الترسانه، لان انا محتاج اوريك حركه جديده. يعني ايه الحركه دي يا حبيبي؟ ده في ايه؟ ايه في كلاب في البيت. اجري 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 يلا. عايز اروح الحفله، اشمعنى كلهم يروحوا وانا ما اروحش؟ عايز اروح الحفله. سيد تريلا، سيد تريلا. يا سيد مين؟ سيد تريلا. ازيك يا سا 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 سيد يا سيد، سيد يا سيد. ايه ده؟ انت مين؟ بعرور؟ انا بعرور قوي يا سيد، وخلي بالك انا بعرور الساحر تا 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 تا. طيب يا طيب، طيب يا طيب. يعني انت الساحر الايه؟ الطيب. امال الساحر الاهبل يبقى شكله ايه على كده؟ ده الساحر الطيب ازاي يعني؟ من اولها يا سيد. ايوه بص يا سيد، انا جاي عشان احقق لك الامنيه بتاعتك. بجد؟ انا نفسي اروح الحفله، ونفسي الاميره تعجب بيا، ومثلا ممكن تتجوزنا. ما هو انا جاي عشان كده مثلا، او اي حاجه. ما هو انا جاي عشان كده يا سيد، جاي عشان اوديك الحفله اللي انت عايزها. بجد؟ بجد. ده انت ساحر طيب جدا فعلا. بس خلي بالك يا سيد، انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. انت لازم يا سيد تمشي من الحفله دي قبل الساعه 12 وتلت. هي مش 12؟ انتوا زودتوا تلت ساعه ولا ايه يا سيد؟ انا مديك يعني اهو تلت ساعه زياده يا سيد. تلت ساعه؟ ماشي يا عم، متشكرين على الواجب ده. بس يا سيد انت هتحتاج شويه كده تغييرات عشان خاطر بس تروح الحفله. ماشي، حاجات بسيطه يعني. كلها حاجات بسيطه. ماشي. دخلوا الكرسي. انت جايب كرسي؟ تعال يا سيد اقعد. حاضر. بص يا سيد، انا عايز اقول لك على حاجه الاول. ها بص يا سيد. ايوه يعني اقول لك على حاجه بسيطه. ما تقول اهو يا سيد. بص يا سيد. ايوه انا عايز اقول لك على حاجه قبل ما اظبط لك كده. محتاج كده كرسي كويس ولا اعليه لك شويه؟ هو انت ساحر ولا حلاق يا عم؟ لا انا اتنين في واحد، ساحر وحلاق. حضرتك هتكرهني في كل السحره ليه كده؟ بص، طب انا وش في شويه تغييرات هعملها لك، هنقصر الشعر شويه. أيوة. والسوالف تتظبط. ايوه ونعمل لك كمان حمام كريم. كريم؟ ايه رايك؟ والله كويس ان انا جيت لك المحل. انا بقى اعمل لك حته دين، انا بقى اعمل لك حته دين قصه. ايوه بس انت عندك جل شعر كويس؟ لا انا صراحه ما عنديش جل. ايه خلاص؟ ايه رايك كده يا سيد؟ ايه يا سيد؟ ايه ده؟ انت بوظت شكلي يا عم. ده انت كده شكلك حلو قوي يا سيد.
كده حلو قوي قوي. ده فين مناخيري؟ كل ده اتشال 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 اتشال. اه يعني كده كويس كده تمام زي الفل. بس انا عايز اقول لك على حاجه. ممكن اخد الكرسي بس عشان عليه قصاد؟ هو حضرتك مين؟ انا الساحر الطيب. ماشي بس خلي بالك يا سيد. أيوه. الساعه 12 وتلت يا سيد. ايوه تيجي واما هتتحول لسيد تريلا تاني. حاضر ماشي. حاضر. يا سيد الساعه 12 وتلت بالظبط. يا ادي اللبخه 12 وتلت. حاضر سلام يا سيد. يا عم الساحر مناخيري وقعت. خلي بالك عشان عندنا عرض بكره والنبي. ياه اخيرا اخيرا هروح الحفله بتاعت الاميره. يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي. بقول يا غاوي الفن اسمع فن عراي. يا غاوي الفن اسمع فن عراي. يا حلاوة الليل الليل لما يطول على الراي. وعاوز الموجودين معانا النهاردة والمشاهدين يكون مزاجهم كمان كمان رايق. يكون مزاجهم كمان رايق. وسيد بعد ما شاف الذل من جوز امه قالوا الساحر وخلاه شاب جميل وبقى مزاجه رايق. وكان الملك عامل حفله في القصر وجايب طبول وضفوف. الملك عامل حفله في القصر وجايب طبول وضفوف. وعال ابيب الاميره تبصي بعينها وتشوف عشان الأميرة تنقي بعينيها بقى بقى وتشوف. ويبقى سعيد الحظ اللي تشاور عليه الأميرة كمان شكرا سيداتي ساداتي. قدمنا إليكم مليونية رقصني يا جدع بقيادة فرقة الأمير رضا الشعبية. شكرا لكم. كان معكم عثمان أبو العافية. فتكوا بالعافية يا حراس. ديبي 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 يا ديبي 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 يا ديبي 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 يا عمري مولاي عمري مولاي. لا 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 لا. انتم متنكرين عاملين ديك رومي إلا يعني ايه يعني؟ ما انت متنكر عامل سوداني وانت عملتها قبل كده. لا اللي فات ده كان سوداني دوك هنوبي. هي تختلف؟ ما تختلفش بس ما فيش ديك الوقت بنعمل اي حاجه. فوت فوت. احنا هندخل في الموضوع بقى. ندخل في المهم. فتشت البوابات؟ يا فندم بس في مشكله.
بخير؟ ألطرس المملكة واقف على البوابة. ومعاهم شماريخ وحالفين يخشوا القصر يدغدغوه على اللي جابونا ويقتلوا الملك. يقتلوا الملك؟ ما يعرفوش ان ده ملك، ملك يعني ما ينفعش يموت، ده يا دوبك يتكش. يخرب بيت عسلي. انت عسل. والله سكر الحمد لله. ندخل في المهم بقى مولاي. المهم، الناس بتوع البوفيه وصلوا؟ الناس بتوع البوفيه وصلوا بس هيتاخروا شويه. طب والناس بتوع السكيورتي وصلوا؟ لا بتوع السكيورتي بقى جم بس هيتاخروا شويه. انت تبرشم بقى وتيجي تصدعنا انا. اسكت، مش البرشام جه بس هيتاخر شويه. خلونا في المهم، خلونا في المهم يا اولاد. انت ايه مش هتتكلم خالص؟ يا عم انا هتكلم بس متاخر شويه. اهي الروشنه اللي بتعملوها دي هتطردنا من الجسر ومش هنلاقي ناكل. لا ابوس ايدك، بلاش ناكل ايه؟ ده انا ما تشيلوش هموم اكتر من كده، ده انا ابن خالتي مات من كتر الهموم. ولما هو مش قد الهموم بيستهم ليه؟ يخرب بيت عسلي. الملك جايب لنا واحد يقلش علينا. لا بس والله بيضحكني من القلب والله. يلا يا ادي انت وقت لها بره عشان ندخل جلاله الملك. انت بتكلمنا كده ليه؟ التعبت؟ انت ما اتجننت في دماغك؟ اركب الهوا. يلا يا ادي. السلام عليكم. فليتفضل جلاله الملك. دين دي 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 دين دي دي دي. ها ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله تمام؟ كله تمام يا مولاي. تمام. يا انا عايز اسالك بس. انا شكلي كده يعني ينفع ملك؟ يا مولاي انت الملك، ده انت الكينج. يعني انا شكلي كده مظبوط؟ شكلك تمام. بقول لك انت الكينج يا مولاي. تمام. الكينج ده اللي هو محمد منير صح؟ منير ايه يا مولاي؟ محمد منير بتاع سو يا سو حبيبي حبسو. يا مولاي احنا ايام زمان، منير لسه ما ظهرش. طب بقول لك ايه، خلينا بقى في موضوعنا. ها انا عايزك تركز وتفحص كويس اي حد داخل الحفله. تمام. ليه؟ انا عايز اختار لبنتي الزوج المناسب اللي ينفع يكون زوج لبنتي. انت عارف يعني ايه زوج بنتي؟ يعني جوزها. يا راجل ونعم التفسير والتأويل، ايه الجمال ده يا مولاي. انت حمى الشعب كله. وبعدين ما تقلقش، انا هفحص ومحص كل واحد يخش الحفله. تمام. طب يلا بقى انصرف وانا هروح اجهز كل حاجه. ماشي. ما تمام. ايه ده؟ ايه انصرف عشان انا متوتر. ايه ده يا مولاي، انت عليك حكم ولا ايه؟ لا لا يا اخويا، مش عليا حكم، عليا طار. خلاص خلاص انصرف يا مولاي. انصرف. انصرف. يلا انصرف. يلا. ده حاجه والله العظيم. حول الله. ايه يا ابني ده؟ بقول لك انصرف. انت مش عارف الاتجاهات ولا يا مولاي؟ انت شارب حاجه؟ انت اللي تنصرف من هناك، انا انصرف من هنا. انت اخر كلام. يلا. اوكي يلا. باي باي. يلا باي باي. ربنا يشفيك يا مولاي يا رب. عنتر ولولو وابي لماذا تاخروا الى هذا الحد؟ يا رب يا مغيث يا ويلي يا رب يا رب، عطل لهم الطريق وقفلها في وشهم حتى لا يدركوا أن يصلوا إلى الحفلة، حتى أفوز بقلب الأمر أنا وحدي أنا، وأخذ أنا كرسي المملكة منها أنا، ويكون الملك حمايا أنا، وبعد أن يموت أو نخلعه أكون أنا الملك من بعده أنا. يا رب يا قادر على كل شيء. نعم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ارفع إيدك لفوق. يما مين؟ سلم نفسك يا سفاح يا حرامي. وقعد. أرجوك أرجوك لا تقتلني. لا هقتلك. سلم نفسك. يا ويلي يا غمرة يا رمسيس، أنت نازل فين؟ أنا نازل؟ أنا مش نازل يا أخويا، أنا هقتلك هنا. بو 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 بو. المرقعة دي أنا فاكرها كويس. تمين. أنا لولو أخوك. لولو. أيوة لولو. لماذا تتنكر هكذا؟ لولو منذ متى ونبت لك هذا الشنب؟ ما أنا بقى قعدت أفكر، تتنكر في إيه يا لولو؟ تتنكر في إيه يا أبو اللوالي؟ وقلت أعمل حاجة جديدة عليا خالص، أعمل راجل. ومش أي راجل، ده أخطر رجل في العالم. بو بو بو. ابعد ابعد وأغرب عن وجهي، وإلا عملت معك الجلاشة. جلاشة سوبرمان. يا البدلة دي مضروبة ولا ايه؟ ايه ده؟ عنتر. او ماي جاد. عنتر، أعوذ بالله، تلبس البوكسر فوق البنطلون؟ يا عم هو سوبرمان كده، بيلبس بوكسر من فوق وبوكسر من تحت. ايه يا دي عاداتهم؟ هو بس بيطير كتير في الجو فممكن يتزنق في اي لحظه. يعني
اغرب اذا انت الاخر عن وجهي والا عملت معك الجلاشه. يا عم اقعد بقى بلا جلاشه بلا نيله. اوه مين الموزة دي؟ قشطة ورب الكعبة. ايه ده؟ مين اللي لفة نفسها في ملاية لف دي؟ تعالوا هنشوف. أيوة تعالوا أيوة. هاي أنا لولو. أنا عبدو التواب. وأنا عنتر. ازيكم يا حبايب قلبي؟ ايه القرف ده؟ ايه ده أنا عرفت أنا طلعت كده لمين؟ يا مجوسة يا جوسة يا جوسة يا مجوسة. لا بس بقول لك ايه، انا قلت حفلة تنكرية قلت اجي اخربها، جبت احلى طقم في التوحيد والنور. ايه يابا ده؟ يابا لف في نفسك في ملاها لف يابا. حلوة صح مش كده؟ كان في مايوه بكيني هناك كنت هموت عليه. يابا 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 بلاش مسخرة يابا، الناس كده هتتريق علينا هنا. اسمع ياض اسمع ما تعفلجونيش. المهم دلوقتي سيبوكم مني انا جاي اروش. المهم انتم لازما الاميرة تحبكم وواحد منكم يبقى عرسها. قول يا رب يمكن تحبني انا عشان انا بطير. لا هتحبني انا بقى عشان انا الصوت الحلو والرقه والجمال. اخر كلام اطمن هنسك. اهدأ يا حماقي اهدأ، انها ستتزوجني انا رجل يحكمها ويسددها في البيت. تتزوج انت؟ لا هتتجوزني انا بقى. وهتتجوزني انا بقى. لا انا لا اسمع ياض انت وهم ما تعفلجونيش عليها الطلقه قتلكم انتوا الثلاثه. اسمع ياض، المهم الأميرة تحب واحد فيكم انتوا الثلاثة مش مهم مين، المهم واحد فيكم يتجوزها ونخرج من بيت سيد تريلا المنتن ده ونعيش بقى في القصر الملكي الجميل ده. سيداتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله. هناك ها جاءت الآن لحظة دخول الأميرة المنتظرة الأميرة نور الأمورة. كان معكم عثمان أبو العافية من منتصف المسرح. اتركوا لي هذه الطلعة. خش يا حبيبي ربنا يوفقك. تبارك الله فيما خلق، هذا الشب اللبن الذي يغلي في حلة. ميرسي. انت مش عارفة